ارجع استاذ محمد القذافي وهي المساله بتاعت على سبيل المثال، لانك قلت لي من شويه الفرقه بتعمل اعلان انها بتبقى عايزه فنانين. بتعمل اعلان فين وازاي؟ الفتره الزمنيه السابقه اللي دخلت فيها طبعا ما كانش في فيسبوك ولا كان في طبعا، فكان بيبقى اعلان في الجورنال. وفعلا ناس كتيره دخلت بالطريقه دي. حاليا احنا عندنا صفحه على الفيسبوك وبنعمل فيها الاعلان. هايل. طب ايه بقى المعايير بتاعه القبول؟ هو اول حاجه لازم تكون ودنه موسيقيه، اوكي، يعني يكون بيسمع المزيكا مظبوط. مش مهم يكون بيعرف يرقص قوي، لانه هيتعلم. لان ساعات بيجي راقص اوريدي، هو راقص من بره بس مش ستايل فرقه رضا. يعني ستايل فرقه رضا دي كلمه مهمه جدا، هو بيعمل حركه باي طريقه، بس احنا لينا طريقتنا ولينا مدرستنا ولينا ستايل فرقه رضا. فلازم ياخد على الاقل اتليست يعني سنتين عشان ياخد الستايل ده، وبعد ما السنتين دولت بيتصعد للفرقه الكبيره. سنتين قاعد بنطبعه على الفرقه بالظبط، فش هزار دي. ومش بس كده، يعني هو بيرقص وبيتعلم رقص وبيتعلم احترام المواعيد وحاجات كتيره جدا جدا. يعني انا فاكر موقف زمان ده حصل لي انا شخصيا، كان استاذي المدرب بتاعي كان استاذ فاروق مصطفى، فاروق استاذ مصطفى اللي هو في الفيلم كان معلم النسناس. فاستاذ فاروق هو واقف جوه الصاله وانا بره الصاله، فبيتكلم معايا وبيهزر ومش عارف ايه. جت الساعه 7 راح قافل الباب، فانا فتحت الباب وداخل، قال لي اطلع بره. الله، ما حضرتك موجود؟ لا، 7 جوه يعني في خط كده، 7 جوه عتبه الهزار. من اليوم ده عرفت هو قصده بجد. ده بجد، وكان درس، وهو صاحبي وحبيبي وبيعلمني. ماشي، بس انا واقف، انا ما جيتش متاخر. لا، احنا كل قصه ان بيني وبينك نفسه. عتبه يعني انا وانت بنتكلم. واقف معاه هو. 7 جوه الصاله مش بره الصاله، ده كان درس كبير. فكان لازم تاخد بالك ان الساعه دلوقتي 7 الا دقيقه لازم تعدي الخطوه دي. فانا من اليوم ده اتعلمت الحكايه دي. هو ما كانش بيهزر، يعني احنا واقفين بنتكلم بس ما كانش بيهزر. فطبعا انا دلوقتي اما كبرت وبقيت كبير مدربين بتعمل فيهم كده. طبعا فهمت. ممكن ساعتها زعلت، بس انا فهمت ورباني. مش بس، وعلى فكره الحكايه دي ما ربتنيش بس ان انا التزم في التمرين، بقيت ملتزم في حاجات كتيره بقى في حياتي. الالتزام التزام بالظبط، والميعاد معاد.